الناس مثل الطقس، أنا وحدة منهم وأنت شخص منهم، ما في حدا بريء. يعني ممكن هلأ حدا يقول لي لا أنا ثابت ولا أتغير، ما في إنسان ثابت ولا يتغير. كتاب سيولة الحب أو الحب السائل بدل قديه الحياة الحالية السريعة قديه صرنا عم نكون متغيرين بمزاجنا بأفكارنا بمشاعرنا. الإنسان بطبيعته كائن متغير يختلف عن الحيوان. الحيوان مش كتير بيتغير طباعه، مش كتير بتتغير شخصيته، بينما الإنسان مع الوقت دايما بيتغير. يمكن في عدة عوامل، العامل البيولوجي تغير الهرمون أوقات بيأثر على مزاجنا وخاصة عند بعض النساء. العامل الثاني صار في خبرة سيئة أو جيدة انعكست إما سلبا إما إيجابا على شخصيتك، فصار عندك تغير بتعاملك نتيجة لهالتجارب مع الآخرين. العامل الثالث هو فكري، يعني قد يكون الشخص يعني قرأ، تعلم، احتك أكثر بالناس، تعرف أكثر على مجتمعات، وبالتالي تطورت شخصيته وأصبح أكثر نضجا. ولما كان يحس حاله بحب مع شخص معين، من بعد نضوج أو من بعد تجارب معينة صار يحس إنه هيدا الشخص مش عم يفهمه، أو العكس صحيح. قد يكون تعرف على رفاق السوء، وقد يكون ذهب إلى أماكن لأشخاص يمكن علموه عادات سيئة جديدة، وبالتالي الشخص اللي كان منيح بنظره بطل منيح بنظره، مش لأنه الشخص الآخر أصبح دون المستوى، بل لأن هيدا الشخص مشي مع رفاق السوء وعلموه على عادات وتقاليد سيئة معينة، وبالتالي تغيرت قناعاته فتغير عليك. سبب تاني غريب لتغير الأشخاص علينا، وهو مذكور بكتاب سيولة الحب أو الحب السائل، ورح نعمل شرح تفصيلي عنه بحلقة مقبلة. وهذا الشرح بخص فيه الناس اللي بيتجوزوا وبيتطلقوا، أو الناس اللي كانوا يحبوا بعض كتير ولما تزوجوا إما خف الحب أو برد أو صار في مشاكل وصار في طلاق وغيرها. الكاتب بيرجح السبب هون إنه الشخص بطبعه لما يحب يمتلك الشخص، بحب يعني أن يبتلع، هي حالة الابتلاء، إنه أنا هيدا الشخص ملكي. فمنوصل لتكسير الشخص رويدا رويدا، وبالتالي ابتلاعه، وعندما يصبح جزء لا يتجزأ منك، وانه خلص نوصل لنكسر هيدا الجليد ونكسر هالمسافة وامتلكه كليا، فهون خلص بشبع منه وبالتالي بيختفي وبيتبخر. لهالسبب ما تخلي اي شخص يشبع منك، أو ما تخلي أي شخص يشبع منك، خليهم دايما بحالة تشوق. وإذا أنت بتحب شخص معين ما تكسر المسافات بينك وبينه، ما تبتلعه، ما تمتلكه بطريقة مبالغ بها، لأن هيدا الشيء رح يؤدي إما لتغيره هو مع الوقت أو لتغيرك أنت مع الوقت.